سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله غادي نشوف معكم بعض من المنتوجات ديالي اللي الصراحه ملي كتسال ليا ضروري كناخدها. اول حاجه هو هذا الماسك هذا ديال الشعر اللي هو غني بزيت الكاريتي وزيت ارغان. هو بالنسبه للشعر الناشف، يعني كيرطب الشعر بواحد الطريقه رهيبه. بالنسبه لهذا الماسك هذا كنت شفته معكم في الروتين ديال العنايه بالشعر، اللي كنت شفت معكم لا جام ديالو اللي هي شامبوان او ديميلور والماسك، وكاين حتى الزيت ديالهم. فدابا تسالى لي الماسك خديته. بالنسبه للمقشر او منظف يومي، فصراحه بالنسبه لي انا هذا احسن منظف خديته بالنسبه للبشره. بالنسبه للوجه، اول حاجه الثمن ديالو مناسب بالمقارنه، من انه يعني كيدوم واحد المده اللي هي طويله بزاف، كناخد فيه واحد الكميه اللي هي قليله فتتنقي البشره. بالنسبه لهذا المنظف كيمكن انني مره في الاسبوع كندير فيه حتى غوماج، يعني كنديرو كنخليه بعض دقائق وتنبدا نقومي كاع لي غوماج. بالنسبه لهاد الماسك البنات ديال الهيمالايا، هو ماسك ديال اللوز والخيار، فهو صراحه فظيع جدا، يعني من الماسكات اللي جربتهم وخطيرين. فبالنسبه لهاد الماسك خصوصا الا درتيه اول مره، فعولي على عويناتك غادي يدمعوا، يعني تديريه ملي كتبغي تزوليه راه صعيب باش يتزول، يعني كيحيد داك الشعر الغير مرغوب فيه، وكيحيد لي بوان نوار، كيجبد البشره، كيحيد دوك الشوائب، يعني كيجدد الحيويه ديال البشره من داك الشيء. المهم راه غزال بزاف، ننصحكم به. بالنسبه لهاد لاكام ديال الهيمالايا، صراحه فيها بزاف ديال المنتوجات جربتهم، ولكن هذا ما عرفتش يحمقني عندهم والله، يعني من الماسكات اللي عجبتني بزاف بزاف، وان شاء الله اللي جربته غادي يعجبها. انا غادي ندير لكم خديتهم، وفي نفس الوقت درت لكم جوله في اسواق السلام باش تشوفوا لي بخي وتشوفوا لي برودوي اللي كاينين، وتشوفوا لي برودوي، وتشوفوا حتى المنتوجات اللي بداو تدخلوا ديال رمضان، اللي صراحه بانوا لي شي حويجات زوينين، ونديروا شي طليله ونشوفوا اشنو دخل اشنو هو الجديد. هادو هما البنات المنتوجات اللي خديت هاد النهار هذا، وبغيت نشاركهم معكم اللي هما من المفضلات ديالي. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تستفدوا فيها ولو غير شي حاجه قليله، وتديو فكره على هاد المنتوجات اللي انا صراحه كنصحكم بهم. ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله، وبسلام عليكم. Inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by, no more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors, I've gone around once, I don't need to go around anymore, break away, forget your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, cancel the cruise control.
Stalling in the doorway, cancel the cruise control, switching the menu.